السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نفيد ونستفيد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله محمد خير الهدي وخير الهدى. أما بعد، إخواني الأعزاء، دائما تتجدد لقائي بكم وحلقات تأخذنا في عالم الطيور ومواضيع مهمة تطرح وأسئلة أيضا تطرح من قبل المشتركين والمربين خصوصا الجدد. إخواني الأعزاء، اليوم موضوع الحلقة سأتحدث به عن هل من الممكن تزاوج الفراخ الإخوة، يعني هناك فرخين ذكر وأنثى ولكن إخوة، هل من الممكن تزاوجهما فيما بعد عند الكبر؟ إخواني الأعزاء، سأجيب على هذا السؤال بإذن الله بتفصيل دقيق. إخواني الأعزاء، دائما هذا السؤال ينتشر عند كثير من المربين وأكثرهم الجدد طبعا، نظرا لأن هذه الحالة قد تقول أو قد يظهر لك بعض القنوات وبعض الأخوة وبعض الصيادين والمربين ويقول لك بأنه لا يصلح لأنه يحدث عقم وما شابه ولا يحدث هذا التزاوج. لا يا إخواني، من الممكن أن يتم التزاوج عادي جدا بين 2 إخوة من الفراخ عند الكبار، ذكر وأنثى، عادي جدا ممكن يحدث التزاوج، ويحدث من خلال التزاوج أيضا البيض، ويحدث التفقيس بإذن الله والتفريخ من خلال ذكر وأنثى أخوي، يعني الحالة هذه تجوز ولا يوجد بها أي مشاكل. هناك يا إخواني من لم يوفق، يعني وليس من داعي بأنهم إخوة، يعني بعض المربين نظرا لأن 2 مثلا على سبيل المثال لم يتجاوزا السن القانوني، يعني عندك السن المعروف دائما لتزاوج البادجي أو الغندورة والكوكتيل يبدأ من 6 وفوق، يعني من 8 شهور أيضا على وجه التحديد. يعني هناك بعض المربين من لم تتجاوز حتى فراخه 8 شهور ويقول لك بأن هذا السبب لأنهم إخوة، ويصبح الأمر واقع ويصبح عند الكل، يعني يداول هذا الموضوع عند الجميع، فيأخذ فكرة المربين الجدد من خلال الإنترنت. أغلب قنوات اليوتيوب تتحدث بأن الفراخ الأخوة لا يتم التزاوج بينهم، أي لا يحدث تزاوج. لا يا إخواني، أنا أؤكد لكم بأنه يحدث تزاوج بين الإخوة، ما فيش أي مشاكل، هي بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، بنفس طريقة التربية تتم عملية التزاوج. فرخين ذكر وأنثى يجب أن يتجاوزا سن 6 شهور ليبدأ مراسم التزاوج التي تبدأ فعليا من شهر 9 حتى شهر 4 الربيع، تبدأ بطيور البادجي والغندور الكوكتيل بوضع بيوضها، يعني يجب أن يكون أعمارهم لا تقل عن 8 شهور، يعني هذه المراحل الفعلية، من ثم مكان هادئ، عدم تحرك القفص كثيرا، استقلالية الطيور واستقرارها، النظافة التامة، التنويع في الأكل، يعني كل طقوس التزاوج الفعلية يجب توفرها ويحدث التزاوج دون أي مشاكل إخواني بين ذكر وأنثى أخوين، عادي جدا يا إخواني. يعني أنا حبيت أظهر بهذه الحلقة لأؤكد لكم بأنه يجوز ولا مشاكل في هذا الأمر بتاتا. لأسئلتكم حول هذا الموضوع أو غيره من المواضيع، دائما أنتظر كل التعليقات سواء كانت عبر الواتس أب رقم المخصص دائما في الغلاف في صورة القناة، أو أيضا تحت كل موضوع في صندوق الوصف يوجد هناك رابط خاص بصفحتنا عبر الفيسبوك، وأيضا يا إخواني رقم الخاص بالواتس أب، وتابع الجميع دائما سواء كان الموضوع يتناول سؤال في هذا الموضوع أو غيره من المواضيع الأخرى أو حتى الاقتراحات، أنا لا أبخل على الجميع، أتابع الجميع حتى في ردودكم أسفل الفيديو أتابعها كلها وبدقة وبعناية، وأتعامل مع الجميع بعين الاعتبار، وإن شاء الله يعني يسود التوفيق للجميع. هذه الطيور هي نعمة ويجب أن نحافظ عليها وأن نؤكد للجميع بأننا إنسان وبأن الإنسان مؤثر بشكل إيجابي في المجتمع، وهذه تحمل عاداتنا من خلال الكرم والجود وحسن الرعاية والتربية. طاب مساءكم دائما، وتحياتي لكم دائما من قناة نفيد ونستفيد. أنا أخوكم محمود وادي، احترامي للجميع دائم، كل الاحترام لكم دائما في كل مكان، كل المشتركين الجدد والله على رأسي من فوق أحترمكم جميعا. وعدنا الحمد لله بعد إغلاق القناة بفضل الله، يعني وأقوى من الأول الحمد لله، التفاعل موجود والإخوة على حسن التقدير وحسن الظن بهم، دائما موفقين معكم
وبكم، وهذه القناة كما قلت لكم من أول يوم هي لكم وأنا منكم بإذن الله، تقبلوا فائق احترامي وتقديري، ومن يريد المواصلة معنا وليصله كل جديد عليك الاشتراك في القناة فقط لا غير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخوكم محمود وهدي مختص الطيور.